لا حس سعيده كتقول انا جيت في الدقيقه 90. كيف يعقل انه انت كان عندك حفله في نفس النهار وكنتي في اخذ كافتو قبل من دنيا باطمه؟ ملي تكنسل هذا مع شنو وقع عيطت العصام. انا كنتكلم في بالواقع بالعقل. عيطت العصام ماشي عيب انك تجي في اخر لحظه، ولكن ما تقوليش فلان جا في اخر لحظه ما جاش في اخر لحظه. انا كنت من الناس اللي بعزهم وبشانهم وتبروبوزاو من الاول، وجيت بعزي وشاني وهي شافت كل شيء على عينيها الحمد لله، واديت الواجب ديالي ومشيت في حالاتي. 90 ما معنى دقيقه 90؟ يعني مشيت حتى لاخر لحظه. اول شيء غير باش نبغي نشرح، وانا امامكم وكيسمعني الاخ عصام وزوجته، انا اول انسان اتصلوا بيا قبل ما يكون حتى شي واحد، باقي ما كاينه لا لطيفه رأفت ولا دوزي ولا حتى شي واحد، كانت ابتسام تسكات، انا كنقول الحق ومسؤوله عنه، كانت ابتسام تسكات هي اللي كاينه في البرنامج وانا، ومن بعد كانوا غيشوفوا شكون. ابك ودير قواعد عندك داكشي مطرز بالطرز الفاس يا ربعه. نايض يا سيمو ما كاين على القرطاس. وصراحه من عندي اللي جبدك عطيه بحال اي انسان في العالم موجود. انا الرساله ديالي ليك، انا معاك، انا معاك. انت بغيتي تحلي ديك الكوفر ديال الدواسة، انا غنجي عندك اقبل شي وحده تعدا خرج. انا شوفي انا مسبي فيا حمزه مبيبي مسبي وما كنناقش في هذا الموضوع حيت ما كيهمنيش بزاف، وانما تيعجبني كيناقش بعض الاحيان يعني واحد المواضيع اللي هي اجتماعيه المفروض انه يتكلم عليها بنادم، هو كيعجبني نهائيا. وكنعتقدش انه شي حد تجرأ انه يحاربني، حيت الا عرفتو غنشرشم ليه المشاعر. دارك مشيتي كتكون عيطو لها اخ دو كاف تقول ما جاياش؟ لا اعتقد، لانه تكريم وتتويج. ما غاديش نجاوب سعيده شرف لانه ماشي داك البيك ديل ولا داك الموضوع الكبير ولا الواو. التخربيق انا ما عنديش معاه، وما كننصحش شي واحد يحتك بيا للامانه، ما كننصحوش نهائيا. انا جيت انا كنت انا كانت لافيش ديالي في اخ دو كافتون، سعيده شرف كانت مع ليالي ايفنت، تكنسل لهم داكشي. جات الاخ دو كافتون حدت العقل بما يعقل، وانا ما كننصح شي واحد يجبدني سورتو دنيا باطمه، ما كنصح حتى شي واحد يحسك بها لانه ما كنرحم حتى شي واحد. قالت لك غتفكرني نهار عيد المراه بورده، انا غنتفكرها نهار عيد البقرات بواحد الثور باش يجمعها، باسكو ما لقاتش الراجل معايا تلقات مع شحال من خطره ما لقاتش الراجل يجمعها، غنجيب لها الثور معايا عندها واحد النص الثور باش يجي يجمعها. اكثر حاجه كتعجبك فيا الشنطان ديالك ضربوا الجرح بقواعدو. مشيتي البارح في العماريه واش ما عييتيش من العماريه؟ اختي ما كنعياش انا من العماريه، غنمشي عند مول الحانوت بالعماريه. تبان عندي دواسة على كيما قلت لك خليج والمغرب، ولكن ما شي حاجه ما يمكنش يتقبلها، ما يمكنش يتقبلها بنادم، حتى الا قلتيها ما بقاش يقدروا ما يتيقكش بنادم. شتي دوك اللي في انستغرام كنجمعوهم في شي دار وحركتهم كامل، والله ولي نتيري فيهم كامل، كان في استجواب ديرو معاه تهضر لهجات متعددة مع الناس أحسن من دوك الكلخات اللي غنعاود نقولها اللي كاينين في انستغرام. أنا علاش دراسكم من اللي غيكثر الضغط غنفجر، ولكن حاليا باقا ما انفجرتش. ما تبقاوش تسولوني واش عندك علاقة بحمزة مون بيبي، حيت ما مسالياش ننزل شي فنانة حامضة ولا تافهة ولا شي حد لا علاقة ونبدا نشهر فيه. هو ملي كنبغي نهضر كنجي فاس انايا، محتاجاش ندير حساب ونبدا كننزل في هادي وهداك. خاصها تخرج شي تريد مارك سميتها باطمة ديال المعاطية، ما كان والله تتمشى مع المغاربة عزيز عليهم معاطية. اخويا انت معلم. شادة دواسة خايبين على الفنانات في الخليج. ماشي في الخليج. ماشي في الخليج. خليج ومغرب. ولكن ما كنبغيش ما تربيتش على انه الله قال لنا استروا، حنا كنستروا على الناس، ما نقدرش انا ندخل في لي ديتاي وهذا. ما عندي دواسة مقيحين خلي هذا الشيء. شي دواسة لا عطاك السر، عطينا باسم جميع الاعلام المغربي المغربي الاعلام المغربي، عطينا اختي شي دوسي، عطينا نايضة. والو الثقافة زيرو. كاين تي جي في دنيا باطمة. شوفوا لكم شي موضوع اخر شغلوا به راسكم. دنيا باطمة مرضيت الوالدين، دنيا باطمة بزاف عليكم باش توصلوها او دير شي حاجة خيبة او تعير شي حد تخبى
انا راه ماشي فار، انا نهار كنبغي نقول شي واحد شي كلمه كنوجهها ليه لايف، او ملي كنتلقى معاه لايف نيت كنوجهها ليه. والله يعطيكم الطوندونس ديما مع دنيا بعض ما يلا. هذه دعوه من عندي. من علسانه وكتعرفوني مزيان، يمكن حيت سكت لكم هاد الايام دسرتكم، ويسكتنا حيت طلعتوا لينا في راسنا طالع خنين ودايزه اللي ما عرفتش شنو. لا كاين فنانين اللي كتقولوا عليهم فنانين وللان ما عندهمش داك البوبليك اللي كيسلم على منال بنش اللي خاف الزنقه. شكون في نظرك الديفا او الفنانه نمبر 1 في المغرب؟ كاين شي وحده من غيرك او اللي طالع لي في انستغرام، طالع لي في فيسبوك، طالع لي في كل شيء. دابا كاين دنيا بعض. ملي كيكون انسان متخلف، انسان ما عندوش متابعين، انسان متعطش للشهره، انسان عامر بوتوكس وفيلر من الراس حتى الرجلين، باش غتجاوبيه؟ يعني نازلين فيني ومسوي عمليه تجميل انا اقولها امام الملأ، ودائما انا اصور من اسوي شيء، انا ما اخاف من احد، ومن اصور بوتوكس وفيلر حتى رجال صاروا يسوونه، يعني في شويه شنو اقول لك تخلف في الموضوع، ان كان عايشين في جزر الوقواق، ما ندري شنو صاير في الدنيا. وفي اللي يقول لك انا مو مسوي وانت اشكره تشوف انه مسوي. فانا انسانه متصالحه مع نفسي، نقيه من الداخل، فانا عبالي ان الكل متصالح مع نفسه، ما عبالي، ما ادري ان في ناس ما عندها ثقه في نفسها، فهذا فقط الخلل اللي كان موجود. ما قلت شيء من العيب، البوتوكس الفيلر مو 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 مسبه ابدا، مو عيب ان الانسان يشوف نفسه جميل او يسوي نفسه جميل لاحد معين او يسوي تعديلات، هذا مو غلط. بس الناس اللي شويه مو متصالحه مع نفسها تشوف ان هذا غلط. انا عزيز عليا حمزه مومي، واخا ما تنعرفوش عزيز عليا، تبرد ليا القلب شي وحدين قد لهم طلع. كنتفقش انا والاناث، عرفتي علاش؟ باش عندهم حساسيه، ولكن انا كنتوافق اكثر مع الذكور، الدراري كنشوف الدراري ما فيهمش السم اكثر من الدريات، هادشي علاش. محمد عسل في المهرجان وفي الندوه الصحفيه سولوه على الخلاف ديالو معاك، وقال لهم انا ما عندي حتى خلاف مع دنيا باطمه والله يسمح لها، شنو التعليق ديالك؟ صافي هذاك الموضوع حماض، لانه كنكرهني اللي كيبقى يدير راسو بريء، هذاك الموضوع حماض وداز ومات، وحنا باقيين كنسولوا عليه في المغرب حيت ما كاينش الجديد، حيت ما عارفينش شنو هما الاصدارات ديال عساف، فملي كيجي المغرب كيسولوه اشنو خلافك مع دنيا باطمه، صافي هادشي اللي كاين. انا معاك سنتينا، يلا ضربوا الجرح هيروشيما. لكن هذا ضربوا الجرح موهبه. انا بتكلم عن حتى في منشات لتش ان رصيد البنكي اهم من الفني. شنو القصه؟ في وحده جت هذه من ضمن الاشياء مال الانستغرام اللي شوي ما لها داعي، جت عندي تقول لي والله يلا نزلي لك عمل، يعني روجي لنفسك نزلي عمل شيء ما ادري شنو، ما عندك جمهور، ما عندك ما ادري شنو. قلت لها حبيبتي عندي ناس او ما عندي، وتقول لي انت ما تسولفين الا على فلوس فلوس فلوس، وانا في العاده يعني ما اسولف عن فلوس وايد، يسالني عن اجر معين او شيء فارد بكل عفويه. فقلت لها حبيبتي اللي راح يدوم لي في الاخر هذا الرصيد البنكي اللي تسولفين عنه انت. ما قلت شيء غلط، لان الانسان يوم يطيح ما تشيله الا رجوله. كو فنانات كبار كان عندهم ملايين الملايين من المعجبين، في الاخر لما مساكين صار ما عندهم ما حد صار يطالعهم، يعني فعلا رصيدك البنكي اللي وقفك على رجولك. والله انا شوفي اتفق معاك في هذا الكلام، بس يمكن كان غلط لان اعطي من اضوائي للباقي. ندمت يعني على ان انت قلتي اسامي؟ مش ندمانه، ترى انا ما اخاف من احد والكل يعرف اني انا ما اخاف من احد. ترى عندها مشكله واحده، واحده ولا مره راح تغيرها، ترد تجاوب الناس، تعطي الناس يعني قيمه هي بغينا عنها.